تقيلة شويتين ثلاثة أربعة. فنان مصر مختلفي طبعاً مهارات فنية والاحتراف الفني، لكن حاجة كبيرة جداً إن وزارة الشباب وقعني هنا يمكن جزئية الشباب، لأن لينا رسائل كبيرة جداً للشباب المصري، ورسائل أكيد ليها آلياتها كتير من ضمنها طبعاً تعاوننا مع وزارة الثقافة وتعاوننا مع الثقافة والفنون، لأن دي رسائل سريعة جداً ممكن توصل للتنشئة الاجتماعية ولبناء المجتمع. كمان من الجانب الآخر الرسائل الرياضية وسرعة العجلة الرياضية بتوصيل صورة ذهنية أسرع من أي نشاط، فبالتالي أنا أقتدي السوفت باورنج أو السوفت باور بالآلتين الثقافة والفنون بصفة خاصة السينما يعني والرياضة وتوصيلهم لكل الدنيا الرسائل السريعة بصفة خاصة في الفترات الحالية والتحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية، فبالتالي آلياتنا لازم تكون موجودة. عشان كده يمكن يعني غالبية الفنانين المصري اللي بنتباهى بيهم اللي موجودين يمكن شاركونا في برامجنا كتيرة جدا اللي بنوجهها للشباب في برامج متعددة، وأنا التقيت بمعظم الموجودين أحيانا خلال زمايلي في وزارة الشباب والرياضة للبرامج الموجهة للشباب. يمكن النهاردة الآية بنلف الراديو شوية، نلف الراديو شوية أو تيونينج شوية على الجزء من الرياضة. الرياضة لو تاريخ السينما من 1924 بداية السينما للنقبة أو من إبان فترة كمال سنين للواقعية المصرية وبداية الحراك بناء الواقع المصري إلى واقع درامي، وده على مدار كبير جدا في النص كده بنلاقي الواقع الرياضي. الحقيقة من أيام سلفني 3 جنيه لعلي كسار وهو طلع لعب، لا هي حصلت في إطار درامي، لكن هي رسالة لأن الملاكمة في الفترة دي كانت منتشرة. أو مختار حسين اللي طلع في أفلام من خلال الرياضة راح لا ده علي عزت سبح العالم ده فريد، لا أنا بتكلم في رياضات أخرى زي رفع الأثقال، فبالتالي هو كمان خرج من كونه أيقونة رياضية رفع الأثقال للدراما الحقيقية وبدأ يبتهن هذا الموضوع، لكن في شكل النموذج والشيبنج للشكل الرياضي للشاب المصري المفروض يكون بالنسبة للدراما المصرية عملت النمر الأسود، بعد كده خدنا الرياضة كأشكال أهلية وزمالكية يعني مصارعات، لكن اللي يؤسفني إن أنا أقوله إن أنا بعمل حاليا مسلسل تهاجم فيها البطل الرياضة. هاجم البطل الرياضي وهاجم الأوساط الرياضية وهاجم هجرة المدربين من دول الخليج والدفاع والظهور اللي بياخدوها لعيبة الكورة، وإنما صورة سيئة جدا للمجتمع المصري. يعني البطل الرياضي أصبحنا ما بنقراش اسمه إلا في إيه؟ في صفحة الحوادث أكتر ما بنقراه في صفحة الفخر. هي بطل رياضية مع عثمان بطل رياضية محمد صلاح بطل رياضي يعني كورة كتير في مصر بطل رياضيين خدوا بطولات كتيرة جدا وصلنا كأس عالم، كل هذه النماذج مشرفة في كل الألعاب. يعني النقطة اللي أنا بقول عليها إن ما يبقاش بس لعيب الكورة هو البطل اللي إحنا بنروح له، لكن مصر مليانة بطل رياضيين لأن الرياضة هي المعادل الموضوع للالتزام وللأخلاق وللاحترام. الصورة اللي الناس بتساعد بكية كلنا نفسنا أولادنا يلعبوا رياضة علشان يبقوا مثل كويس. دور الإعلام الرياضي في التوجيه في هذا التوقيت مهم جدا جدا، إن إحنا نعمل فوكس على الناس الكويسة على الناس المحترمة. الأفلام بتاعة الرياضة كلها بتكسب على فكرة، مفيش أفلام بتخسر، روكي بيكسب، ريجن بول بيكسب، كل اللي إحنا حاولنا نعمل فيلم عن قصة حياة إبراهيم مصطفى بطل العالم في المصارعة اللي هو كان البطل اللي عمله أحمد زكي، وده كان راجل فيه
انا في امستردام شفت شارع اسمه شارع ابراهيم مصطفى في امستردام، رجعت بحثت وشفت فاكتشفت ان هذا رجل اسكندراني كان بيشغل نجار، ثم طلع الثالث في اولمبياد باريس، ثم الاول في بلاد امستردام سنه 28. فكانت حاجه بالنسبه لي فيري انترستنج لواحد مصري اسمه في امستردام. اذا زي ما الدكتور بيقول السوفت باور بتاع البطل الرياضي اللي محمد صلاح بيعمله يا جماعه اهم من مليون دعايه تقدر لو اشتريت ساعات العالم كلها عشان تعمل اللي بيعمله محمد صلاح ما تعرفش. دور وزاره الشباب انها تدور على هؤلاء الابطال في كل حته، مصر مليانه مواهب، ودورنا احنا ان احنا نقدم هذا النموذج الطيب المحترم لكل الشباب. احنا كلنا كشركات انتاج كتاب جاهزين نعمل ده ونعمله بمنتهى السعاده. احنا بنحب الرياضه وبنحب السينما وبنحب مصر، وبالتالي ده موجود مطروح كله قدامنا، وانا متاكد انه هيبقى شيء ناجح على المستوى الفني والمستوى التجاري اللي هو طبعا لازم يبقى موجود. الام منهم انا اسف ان انا بتكلم في حته ثانيه خالص، بس ده هيقودنا اللي انا عايزه هي الدراما. يعني دي اللي انا بحكيه ده هو الدراما. رحت لام من الامهات قلت لها هو انت سايبه بنتك تلعب بلدين؟ قال لي انا بنتي كانت بتضرب الناس في الشارع وكان بيموت العيال في الشارع، لما يبقى عندي فرصه انها تاخد ميداليه عشان بتعمل حاجه بتحبها. طب في اجابه احلى من كده؟ في اجابه احلى من كده؟ والله العظيم دي اجابه عبقريه. خلي طاقه البنت كلها تتحول للرياضه. بعد شويه البنت حست بنفسها بقت بتلبس الحزام الابيض وبعدين الحزام الاصفر، بتحلمي ايه بيه؟ انت البس الحزام الاسود. بعد ما كانت شايفه ان اليوم اسود بقت بتتمنى الحزام الاسود. هي دي دراما يا جماعه. مش كده يا استاذ فيصل؟ خليني اقول لحضرتك ان انا محتاج سياده الوزير يعمل الندوه الجايه مع وزاره الثقافه ان شاء الله تبقى في بدايه من ولايات الشباب دول. نروح الاسمرات نبص الناس دي عامله ازاي، نشوف الولاد دول. وبعدين انا لما مدام ندوه كلمتني في التليفون وقالت لي احنا بكره بنعمل ندوه على البطل الرياضي، ذاكرت شويه، انا راجل بحب اذاكر. رحت مطلع الافلام المصريه اللي عملت، فلا يا فندم احنا ما وقفناش عند سنه 74، احنا عملنا حلم العمر مع وائل حسام حماده هلال. حماده هلال كان جسمه غريب جدا، بقى احسن جسم رياضي شفته ازاي في سنتين معرفش. الصراحه الراجل لعب على نفسه واتمرن وبقى قوي جدا في سنتين، وانت عمرو يقدر يشرح لي ازاي عمل كده، عمل بقى في جسم. احمد مدحت عمل فيلم اسمه العالمي، لعيب كوره طالع من زي ما الاستاذ جمال والاستاذ مدحت بيقولوا ان قصص النجاح، عندنا قصص نجاح من اول مين لسه في قصص النجاح. لو اتعملت هذه الافلام هتضرب في منطقتين مهمين جدا بره، لو اترجمت في مصر لان الناس تعرف التاريخ الحقيقي. لو ابتدينا من هنا وخدنا فعلا بعد كده شخصيات حقيقيه عبر التاريخ، خدنا التسلسل بتاعها منذ بدايه الفراعنه حتى يومنا هذا، وحطينا افلام قصيره صغيره او كليبس بفلاجريز مختلفه باشكال مختلفه بكل جمله، اظن النوستالجيا او التاريخ القديم ده هيبني قاعده قويه جدا جدا هتعيش عليها الافلام بعد كده عشان كده نعيش من العصر اللي احنا موجودين. انا لا ارى ان احنا نعمل على الموجود النهارده فقط، لان في مشكله خلي بالنا يا جماعه. مع احترامي طبعا لمحمد صلاح، لو بكره الصبح القبض عليه في وكاله او تم تشويه شخصيته احنا هنوقع كل الجون عليه، ولكن اللي فات اللي فات ده اوريدي تمام. في امان فيه، انا عايز ابني على تاريخ، عايز ابني على قوه. دي مشكله لاعب الكوره والفنان، انت النهارده ممكن تعمل بيه حمله بكره الصبح يقبض عليه قضيه او يشوه تاريخه، شكرا ميرسي كل اللي انت عملته راح. مش بقول ان كلنا كده او بس، بس للاسف ده احنا دايما بنكون اداه في الاعلام للعب بيها بهذا الشكل، حتى لو كان الشخص كويس او غيره. عندنا في نور الشريف وغيره في الاشاعات اللي طلعت عليه حاجات كتير، عندنا نماذج كتيره جدا. مركز قومي للسينما عنده امكانيات انتاج الافلام التمثيليه، واعتقد طبعا الاستاذ هشام عارف ان مركز قومي للسينما جاهز، يعني عندنا جهه انتاج محدده وزاره الثقافه، يعني وزاره الثقافه مش هتدور على اليات هي عندها اوريدي، والمركز القومي للسينما هيطلب منه ده. وللاسف افلام المركز القومي للسينما بدور عليها في شاشات التلفزيون كلها قطاع خاص وقطاع عام ما بلاقهاش، وبالتالي هتلاقي الشباب مش متحمس لانتاج افلام تسجيليه لانها ملهاش مساحه على خريطه توقيع القنوات المصريه، ما عدا قناه تن احيانا بتبيع افلام تسجيليه، لكن بقيه قنوات مصر لا تعترف بالافلام التسجيليه. نستفيد من الندوه دي، لازم يكون معاها دكتور ايناس المره المقدمه، نقعد قاعده نعمل خطه عمل.
لان كده افكار كتير موجوده وافكار كويسه جدا. والرئيس اشار اليها كثير، واحنا الحقيقه ما خدناش بالنا من حكايه الرياضه من اول ما بدا يركب عجله. كان لازم ناخد بالنا من ساعتها ونتكلم. بس الواحد بحط نفسي مكانه ايه ممكن يطلب او يحتاج وزير الشباب والرياضه من صناع الدراما عشان يخدموا الرساله بتاعته. واعتقد ان هو ده يمكن محور او مفهوم ان احنا لا نحيد عن هذا الاطار. يعني كل الحوار لغايه دلوقتي بيتكلم على بعد واحد او نقطه واحده، وهي نقطه شديده الاهميه طبعا، وهي كيفيه صنع اعمال دراميه سواء في السينما او التلفزيون يقدم من خلالها القدوه والنموذج للبطل الرياضي. التركيز على قيمه المنافسه الشريفه، وقيمه انه مهما انت هزمت في جوله اخرى وفي جولات اخرى، ودي اعتقد انها من اهم القيم اللي بتعلي يعني قيمه الشباب او الرياضه، انه مهما كنت انت هتنتصر هيجيلك وقت هتهزم، وهي الرياضه كده. شفنا اعظم الانديه في العالم برشلونه بتغلب بارقام كبيره قوي، لكن في النهايه هو بطل. ازاي يقف على يعني تاني ويستعيد نشاطه، يشوف اخطاءه ايه ويستعيد وينتصر مره اخرى. يعني قيمه المنافسه بالتحديد انا في رايي انها من اهم الحاجات اللي لازم في تاكيد عليها. فيها رجل الوزير رجل دوله، يبقى فيها قنوات موجوده ومؤلفين وفنانين وروائيين واعلاميين، ونقول ان عندنا مشكله يبقى مشكله مستعجله. لما يكون في احتكار لفنان بياخد بالملايين وانا اسفه، وفي فنان تاني ما بياخدش حاجه خالص، يبقى المشكله مش في الانتاج وفي الفلوس، لان في فلوس بس بتروح لحد واحد. في ناس كتير قوي ما بتاخدش اي حاجه، يبقى المشكله الحقيقيه في الاحتكار. المشكله الثانيه هي العمل في غزر منفصله، كلنا بنشتغل بس كل واحد لوحده، مش عارفين نتكاتف ونتكامل عشان نطلع عمل واحد كويس. لما سياده الوزير قال بكل صراحه وشفافيه انا مش هدي فلوس، بس انا هسخر الاماكن بتاعتي والامكانيات بتاعتي لخدمتكم، يبقى احنا كده ما عندناش مشكله. احنا عايزين بس الاشكاليه الحقيقيه انه يبقى مشروع قومي، يبقى مشروع كلنا بنبقى محاربين للعمل ده، يبقى الدوله تفتح كده وتقول احنا عايزين يا جماعه الناس الرياضيه، لان ربنا بيقول احنا عايزين مؤمن قوي خير وافضل من مؤمن ضعيف. الطبقه المتوسطه ما احنا عايزين برضو نساعدهم شويه في الحكايه دي، لانهم بيدفعوا كتير قوي، بيدفعوا دم قلبهم دلوقتي، بيقول لك لا معلش يا برايفت يا بلاش. وبرايفت ده تجيبه منين؟ اذا كان كمان دلوقتي الشغل بقى محدود والاجور محدوده وجدودهم اللي هم احنا قاعدين في البيت، طب هنجيب لهم فلوس منين للكلام ده؟ فمعلش ما هو اذا كان ده احنا عايزينه لايف ستايل، ففين الطبقه المتوسطه الغلبانه اللي زي حالتنا؟ يعني نجيب لهم فلوس منين؟ فده معلش بقى احنا محتاجين المسائل دي. لا ده نداء لوزير الشباب والرياضه. ايوه يلفوا ايدهم علينا شويه. انا هوصلها حالا دلوقتي. يلفوا ايدهم علينا شويه، احنا غلابه وعايزين العيال تتعلم الرياضه، بس ما عادش حلتنا فلوس بقى للكلام. هتعمل لنا ايه بقى تخدم مع الرياضه؟ اعمل ايه فانا مع شوف هقول لحضرتك كلفني بحاجه اعملها ومش هقول لك حاجه ولا بديل. تفتكر لنا حاجه جديده تتباع مسابقه بما ان حضرتك انا مش ما انا عايز اقول لك حاجه. انا قلت للاستاذه نجوى قلت لها انا مش جاي اعمل سبوبه. لا تاني انا يعني شباب الشباب كلهم هم كانهم احفادي، وانا عايز افيدهم بالفعل، وانا مستعده اديني الداتا اعمل لك فيلم. بص حضرتك تخيلي او طب اتكلم بقى شويه مسلسل وبلاش. اسمحي لي اقطعك بقى شويه. شفتوا بقى؟ طب اسمحي لي اقطعك. حتى انا بلاش. اسمحي لي اقطعك.